مشاهدينا بنحييكم بهالحلقة الجديدة من نبض بيروت. كل المشهد القضائي اللي وصفه البعض بالعصفورية القضائية اللي عشناها طيلة الساعات والأيام الأخيرة، كل تداعياته إلى ما ينذر، إلى أين سيصل، ماذا عن كواليس وخفايا ما لم يكشف عن اللي صار بين القاضيين طارق البيطار وغسان عويدات، ومن بينهم أهالي الضحايا وأيضا الموقوفين اللي أخلي سبيلهم. كل هذا المشهد بصرنا نناقشه اليوم مع ضيفنا المحامي صخر الهاشم. اهلا وسهلا فيك يا استاذ، ميرسي. خلينا هيك، طولت غيبتك عبر الاو تي في، بس نعم اليوم يعني مش معقول، الضيف بوقتك المناسب بالوقت بوقتك المناسب بالمكان المناسب. شو بدي اقول لك، يمكن اكيد الناس بتعرف انه حضرتك وكيل اكثر من موقوف مخلى سبيله بملف انفجار مرفق بيروت، بس نجم هؤلاء كان محمد زياد العوف اللي حضرتك ايضا وكيله القانوني. ومعلش بدي بلش من الخاص للعام، بدي نعم. بلش من هالقضية لأنه كتير شغلة الرأي العام وإخدة من اهتمامه. محمد زياد العوف المواطن اللبناني الأمريكي الذي تدخله الأمريكيين خصيصا كرماله، ويقال أنه من وراه طلعت إخلاءات السبيل بالكل وغادر لبنان. أول شيء، كيف يغادر لبنان وهو في قرار منع سفر بحقه؟ طيب رح أحكيك إياها بالتفصيل. فضل. محمد زياد العوف هو مسؤول عن الأمن والسلامة بمرفق بيروت، عين ب1/1/2019. بهالبتره هيدي كان لازم يخضع لدوره تدريبيه مع احدى الشركات الامريكيه اللي بتعلم كيف بيديروا الامن بالمرفأ. اتاخرت لاجت لانه ما دفعوا لها اتعابها. باول اذار اجى الكوفيد، سكر البور وسكرت كل لبنان، وبالتالي عين ولم يستلم، يعني عين بمركز سلامه والامن بس هو ما استلم البوست ولا تدرب عليه. بالنتيجه اوقف عشوائيا دقمه، مثل ما بيقولوا بحس على الجمارك بيستعملوا كلمه دقمه، دقمه حطوه لانه مكتوب تيتر تبعه مسؤول عن الامن والسلامه. له هلا ني سنتين وله 3 سنين وشهرين موقوف سجنيا، ولكن فعليا له سنتين وشهرين. هلا هيدا الزلمه مريض كمان، عنده وجع بظهره وعنده بده متابعه على طول. بقول لك السفاره الامريكيه والسفيره شخصيا والاناصر اللي امتدت على 3 سنوات كانوا يزوروه بشكل متواصل على السجن تبعه، وكانوا يجتمعوا برئيس عبود ويجتمعوا بغسان عويدات ويجتمعوا بالقاضي طارق البيطار ويقولوا له هيدا الزلمه ما له علاقه اتركه. ولا مره كنت اقدم له اخلاءات سبيل بشكل متواصل بس ولا مره وافق لي على اخلاء سبيله. واسمه لم يرد ضمن الاسامي الخمسه اللي طلع فيها اخلاء سبيل القاضي. نحن كنا متاملين انه يظهر بين هول الخمسه، ما ظهر. وصار في اتصال من السفاره انه ليش ما ظهر؟ قال لهم والله ما بنعرف، هيدا قرار قضائي والقاضي هو بيقرر شو السبب كذا. بالنتيجه اجى قرار الرئيس عويدات اخلى سبيل الجميع، يعني بدون، لانه كلهم سوا محولين بنفس المواد تقريبا. هلا في مسؤوليه تبدا ب 10% 20% 3، بس كلها باطار الاهمال. هلا هو زياد طلع القرار عن رئيس عويدات مذكره وحده اخلاء اطلاق سراح جميع الموقوفين استنادا ل المادة 9 من العهد الدولي اللي نحن منتسبين له دوليا، انه ممنوع على اي موقوف أن لا يكون هناك قاضي يرعى طلباته، بغض النظر بيخيلوا سبيله ما بيخيلوا سبيله، بس في نقل على المستشفى في دونك ممنوع. هلا هن لهم سنة وشهرين ما حدا بيقدر يستقبل. طلبنا عدة مرات نقدر نجتمع، ما قدرنا نعمل. قدام الطلب أنا إخلاء سبيله بواسطة النيابة العامة التمييزية هيدي من شي شهر، استنادا لهيدا المادة 9 من العهد العام وعدة شو اسمه معاهدات دولية. اجتمعت بالرئيس غسان عويدات قريا، قال لي عظيمة خلي رئيس صبوح سليمان المسؤول عن المرفأ حاليا يحول لك اياها لرئيس عبود، وطلبت انا بالاخلاء السبيل من الرئيس عبود تعيين مرجع للبت باخلاء السبيل. نعم. الرئيس عويدات اتصل بالرئيس عبود وقال له بتمنى انك انت تراجع الرئيس بيطار وقت ما تاخذ القرار. ورحنا حكينا مع رئيس عبود، وصل له الطلب لرئيس عبود، درسه، طلع 3 قرارات بقلب الملف. اول وحده عدم اختصاص تعيين مرجع، عدم اختصاص، واخر شيء يقول احاله الطلب الى المحقق العدلي الرئيس البيطار لاتخاذ ما يراه مناسبا. يعني فتح لنا ثغره يوصل الملف لعند الرئيس بيطار ويبت باخلاءات السبيل. هيدي كانت اول ثغره خرقناها من سنه لحد هلا. وصل الطلب لعند الرئيس بيطار، كان عم يدرسه،
وتعجبنا ليش تأخر إلى فجأة، لأنه فجأة لأنه رجع على شغله وطلع هذا القرار اللي هو طلع. أوكي. طلع هلأني البرقية اللي طلعت عن الرئيس عويديت إجت إجمالية، بس الأجهزة الأمنية ما بتطلع بقرار إجمالي، مش إنه دوك محفله، كل واحد بيطلع فيه مذكرة. راجعنا النيابة العامة التمييزية، رجعوا عملوا بكل موقوف مذكرة، وفي ناس موقوفين بأمن الدولة، ناس موقوفين بقيادة الجيش، ناس موقوفين ب زياد العوف كان موقوف بقيادة الجيش، بقيادة الشرطة بالريحانية. نعم. طلعت البرقية لفوق توصلت، عملوا له محضر، بيمضي على محضر وبيتركوه، ومن بعد ما يمضي المحضر هن بيبلغوا الأمن العام قرار منع السفر. يعني منع السفر بيجي من بعد ما يخلوا له سبيله. نعم. وبيطلع البرقية. هل البرقية إذا بتأخذ روتين بدها بالقليل بين 6 و10 ساعات لتوصل على شو اسمه، على المرجع تبع غرفة عمليات أو الأوبريشن بالأمن العام، تيبلغ ساعتها على الكمبيوتر كل المراكز الأمنية بالأمن العام. هو هيدا طلع من فوق دغري، وأنا كنت معي خبر دغري، طلع من الحبس راح دغري على المطار، كانت بنته حيزن له موقف على الطياره، هن ثلاثتهم الساعه شي وحده يعني بعد الظهر تقريبا، حجزوا لقوا طياره رايحه ما بعرف فيها وين، حجزوا عليها ودغري راحوا، حط الباسبور على الامن العام، فاتوا فيشوه، ختموا له اياه، طلع على الطياره مثل اي مواطن عادي. هلا بالاعلام انه طلع قرار منع السفر، الموظف الموجود على الامن العام ما بياخذ بالاعلام، بياخذ شو بيصلوا على الكمبيوتر. حدا تقصد يتاخر وصول هذه البرقيه ولا هي روتين مثل اطلاقا روتين؟ وانا باكد لك انه الواعي بس ابراهيم هي لعبه ما بيلعبها ولا بشكل من الاشكال، لانه فيها مسؤوليه داخليه، لانه ما ممكن هو، نحن كنا متفقين احنا وعائلته انه بس يفل بس يترك دغري بيسافر على المطار، وهذا اللي حصل اليوم. هو اتصل فيي هلا من شي ساعه، شو قال لك؟ بده يرجع ولا مش قال لي انا بشكرك وكذا وكذا وكذا. قلت له شو بدك تعمل؟ قال لي بس تقول لي رجع برجع دغري. إيه؟ لانه انا عندي بيتي وعندي امي وعندي بناتي وبنتي بتتجوز، هلا بتتجوز بنته قريبا جدا، انا ما بقعد بامريكا، انا رجع على لبنان حتى لو بدي ارجع على الحبس. راح ورجع، وانا اكيد بده يرجع، وان شاء الله انه تتسوى الامور ويرجع الملف ياخذ مجراه طبيعي، وانا بقول لك انه رح يرجع على لبنان بغض النظر عن موقف الامريكان. يا استاذ هلا حضرتك بسطت لنا كثير القصه، يعني صح بسطت لنا اياها كثير، بس انا عندي كثير اسئله. نعم. بهيدي القصه. نعم. اولا مش سر جولات السفيره الامريكيه اللي عملتها خصيصا كرمال الموقوف العوف، ما كانت سر، وقيل انه هي بلغت بلغة حازمة انه هيدا الشخص يا بيتفلت يا اما راح تحال قضيته وملفه ليعنوا بموضوع الأسرى وسيعتبر اسير، وطبعا طلبات السفيرة الامريكية في لبنان لا ترد ولا احد يجرؤ على مواجهتها، مشان هيك شفنا اخلاء السبيل. رح اقول لك شغله، وعلى حجة الوردة طيب شبل علايقة ظهروا كلهم لانه ما فيهم يطلعوا لوحده. كل العالم كانت تقول انه البيطار مرتبط بالسفارة الامريكية، وكل الاحزاب من جهه ثانيه تقول انه السفيره الامريكيه هي عم تلعب بالمرفأ. نعم. شو سبت البطار؟ ترك خمسه وما جاب سيرته لشو اسمه لزياد العوف. لو ما غسان رئيس غسان عويديت مع حفظ ياخذ قرار جماعي ما كان طلع العوف، وين بتكون السفاره الامريكيه ضغطت؟ بس مزبوط السفيره مرقت على الكل وقالت لهم في لوبي بامريكا من اخواته للعوف، بالاضافه الى مجموعه وفي محاميه اجت لهون على لبنان والعوف رفض ان هي تمثله، هيدي المحاميه اللي حكت باسم الموقوفين وكذا وكذا. نعم. عملوا لوبي وقدروا وصلوا لعند وزير الخارجيه وحطوا قدامه انه هيدا الزلمه مرق له 3 سنين و2 شهرين موقوف سجنيا، بينما عقوبته القصوى هي 3 سنوات، بهيك حاله بيعتبروه محتجز مش بقى مدة عليه. من هالمنطلق هيدا الرئيس عويديت استعمل العهد المادة 9 من العهد الدولي باعتبار هذا الشخص تخطى العقوبة اللي قد يحكم فيها، وبالتالي أصبح محتجزا وليس مدة عليه. وأكبر دليل على ذلك أنه أخذ بعين الاعتبار أنه قراره اتخذ بإطلاق سراح، إطلاق سراحي حتى بدون سند إقامة. نعم. هلا الموقوفين طلعوا بلا سند إقامة وكأنه طلعوا حرة، طلعوا حرين. استاذ بس البعض شبه خروج محمد زياد العوف، يعني طريقة خروجه مثل سموها يعني عملية الفخور 2،
كيف العميل الفخوري أخرج من البلد بضغط أمريكي وكأنه العوف ظهر بذلك الطريقة؟ الفخوري ظهر بغير طريقة، راح بالطيارة وخاصة واللي بدك. ما هون كأنه يعني كمان أنه هالطيارة حاضرة والحجز حاضر. زياد عوف شو عامل؟ ما عامل شيء. شو عامل زياد عوف؟ ماشي موظف عادي، أقل من عادي. لا فئة تلتي هو، ما أنه فئة أولى كمان، ما إله دور زياد العوف. انا بقول لك دوره الامني طرح علامات استفهام. ما هو استلم، هو مسؤول الامن والحمايه والبعض. طب جاوبني على هذا السؤال اذا بتريد، انه البعض عم بيقول انه اقل الايمان كان يضلوا بالبلد لانه مسؤول الامن والحمايه على المرفأ بقضيه تتعلق بانفجار مرفأ بيروت، اكيد لازم يضلوا بالبلد لانه في علامات استفهام تطرح. هل هناك شيء يريد اخفائه الامريكي مثلا من وراء هذا الموضوع لذلك سارع لاخراجه من البلد؟ هل في شيء مش يعني في شيء؟ انا باكد لك مني عم دافع عن الامريكان ولا عن السفاره الامريكيه. السفاره الامريكيه عم تهتم بكل مواطنيها، مش هيدا بس، في كثير قبل منه توقفوا وكانت عم تهتم فيهم. انما هيدا الزلمه بعد ما صار في عمليه لوبي وصلوا لعند الوزير الخارجيه وراح يفوتوا على الكونغرس كانوا عم يقدموا طلب. انا بقول لك السفاره حطت كل تقلة انه هيدا الزلمه معتقل، بطل هو مدة عليه، ولو بقي مدة عليه ما كانوا قدروا يعملوا شيء الا من خلال رئيس بيطار. بس الرئيس بيطار انا عم بتفاجئ ليه ما اخذ له سبيله، لانه ما عنده شيء، وهو اخف من غيره، اخف من غيره بكثير. ايه بس بتحليلك ليش ما اخذ له سبيله؟ والله هيدا قرار، بتعرفي القضاة فيك تعرفي كل شيء الا القاضي هو عم يكتب، فيك تعرف شو عم يكتب. حتى لو وعدك قبل بساعة برجع بيكتب غير شيء. بس استاذ نحن ما بعرف اذا حضرتك مطلع على هذه التحقيقات، بس احنا مش مطلعين على تحقيقات القاضي بيطار. قد يكون ما اخلاله سبيله لانه عنده شيء داخل هذا الملف. انا انا هلا موكل مزبوط دافع عنه، بس انا باكد لك بالملف ما في شيء اكسترا عن غيره. هلا عم تقول لي استلم بال 2019 هو صح؟ بواحد يعني هو كان على علم بوجود هؤلاء، كل العالم كانت على علم. ما في حدا على بور بيروت ما معه خبر انه في امونيوم بالعنبر. كلهم بيعرفوا. ايه بس هو من موقعه كمسؤول الامن والحمايه مش مفترض. بعدني عم جاوبك انا، عين ولم يستلم، موجود المحاضر في خطيه كلها. عزم. عين بهالتاريخ، وقلت لك كان في عندك شركه امريكيه جايه تعمل تدريبات على البور كيفيه الامن والسلامه، ما اجت لاسباب ماديه، تأخرت شهرين، اجى الكوفيد سكر البور وهو ما استلم، يعني ما عمل دورة تدريبية تقولي عنه مسؤول بالأمن، وهو كان قبله موظف عادي، موظف عادي مشي. تتوقع يعني عودته إلى لبنان؟ أنا بقول حسب ما أكد اليوم من ساعة أنه راجع على لبنان وما بيترك لبنان، أول ما أنا أقول له تعب يشي وأنا رح أقول له قريبا جدا. بس قلت له كمان إذا جيت معوش فيك تسافر، قال لي ما فرقني معي، أنا بهذا لبنان بلدي، بدي أرجع لبنان. عظيم. تنتقل من هاي القضية الخاصة للمشهد الأكبر، انقسام وانفجار العدلية اللي صار خلال هيدا الأسبوع. بدي بلش من القاضي بيطار وصولا للقاضي عويدات. أولا كمحامي عريق بهذه المهنة، كيف قرأت الاجتهاد اللي استند عليه القاضي بيطار تيرجع من بعد أكثر من سنة يمارس عمله كمحقق عدلي؟ هو باجتهاده اعتبر انه هو هيئة مستقلة ما حدا عنده سلطة عليه وبالتالي ما حدا بيقدر ينحيه، صحيح؟ لا مش مظبوط. هلا هو اولا انا ما بدي قيم قراره لانه هو حر ياخذ قرار بده اياه بالقضاء، هيك القاضي بيعمل مخالفات بيقرر اللي بده اياه، بيقع في نص بيعمل اجتهاد عكسه، هيدا حريته. نحن عنا امكانية نطعم بقراره درجة 2، بنقدر ساعتها نصحح الامور اذا كان غلطان. اما اليوم انا قيم قرار القاضي بيطار ما راح اقيمه، ما لي حق اقيمه وخصوصي على الاعلام. انا بقيمه يمكن بكره اذا بدي اعمل مذكره بقول له انت غلطت كذا 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 او ما غلطت، بس هون ما راح اقيمه وما لي حق اقيمه. انا بدي احكي انا وياك اعتبارا من اليوم شو بده يصير. اللي ما كتب كتب، البيطار اخذ قراره هو بني على معطيات له حر، وما بعرف شو فكر لانه قراره كثير خطير، كتير خطر. كان من أي ناحية؟ من ناحية الأشخاص الذي ادعى عليهم فجأة بما فيهم القضاة، وهلا برجع لهيدي القضاة خصوصي، وادعى على شخصيات معينة منا مسحة العملية. ايه لأنه استند باجتهاده انه هو في يدعي من دون أذنات. هي مزبوطة، له حق يدعي، بس ليش وراء على الأذنات؟ بسألك سؤال، الرئيس صوان ما استعمل الأذنات أبدا ولا إذن، دغري كان يجيبوا ويدعي عليه. ما استعملوا ضده وطيروه للقاضي صوان. لا ابدا، خليني اكفي لك. دونك ما استعمل الاذنات. مره جيت لرئيس صوان عندي موكل اسمه مصطفى البغدادي اللي هو الوكيل البحري. جينا على التحقيق، قلت له حضرة الرئيس بس بدي اعرف ما هو الاسناد لموكلي اللي انا حيجي لعندك. قال لي ما في اسناد. قلت له كيف ما في اسناد؟
قال لي كل المكتوبين من النيابه العامه التمييزيه هودي مسند فيهم. قلت له قتلوا ذبح؟ قال لي كله كله كله. قلت له معقول بلا اسناد؟ قال ايه. طيب رجعنا جينا بعدين عند الرئيس بيطار بعد ما اجى، فتنا لعنده قلت له انت رئيس صوان كان متضايق عليهم، ليش انت هلا عم ترجع تطلب الاذن؟ بالحرف الواحد فيني احكي عنه لانه هذا قال لي انا بدي صوب الادعاء وما اترك مجال بكره توصلوا قدام المجلس العدلي وتعملوا دفوع شكليه وتطيروا التحقيق. لانه انتم اذا قدمتوا دفوع شكليه اني انا حكمت شخص بلا اذن في تعتبر المحاكمه باطله. يعني هو هون عم يقر انه لازم ياخذ اذن، ومشان هيك بعت اذونات. هلا اجى جواب انه ما نعطيك الاذن، انحشر هلا. بس امبارح شو طلع براسه؟ ليش اخذ قرار عكسي؟ هيدا بيرجع لقناعته للرئيس بيطار اللي انا بحترمه كثير جدا بهالموضوع كقاضي وكشخص وكفهيم، ما حدا علي علامه استفهام، بس شو طلع براسه يعمل هالموضوع انا ما بعرف. طيب هلا هو بحسب المذكره اللي استند لها بس رح اقرا جمله عم تيقول انه هو لا يرد، بيقول انه النيابه العامه التمييزيه طالما انه المحقق العدلي انه طبعا التحقيق العدلي والمحقق العدلي هو محكمه استثنائيه مستقله ولا تعلوها اي هيئه اخرى وهي موازيه لمحكمه التمييز، وانه لا يرد بهذه الحاله. ما في نص قانوني، في نصوص قانونيه تتعلق بالقضاة الاخرين وكيفيه ردهم الا بالنسبه للمحقق العدلي، ما في نص قانوني. ما في نص لا هيك ولا هيك، ما في نص لا هيك ولا هيك. بس بسألك سؤال، هو اعلى من رئيس مجلس القضاء الاعلى؟ هو اعلى من رئيس مجلس العدلي؟ مجلس العدلي مقلها من الرئيس. نعم. اللي هو الرئيس الاول ومعه خمس اعضاء. الرئيس المجلس العدلي اعضاؤه يردوا، ورئيس مجلس العدل يرد، واضحه جدا وفي اجتهادات. وكان في شو اسمه، كان في مدعى رئيس مجلس القضاء الاعلى القديم اللي اجى بفتكر كان هيدا من اهم رؤساء اجوا على تاريخ لبنان، اخذ قرار انه لا يردوا. ليش ما بيرد؟ ما هيدا قاضي. بعدين بتسالي سؤال، هل يعقل انه في انسان ما فيك تعترضي عليه؟ انا قلت له اياها مره وطلعت على الاعلام وقلت الرئيس بيطار لديه صلاحيات ديكتاتوريه وبالتالي هو ديكتاتور. بيبعت وراي بعد ثاني يوم قال لي لك شو بك عملت ديكتاتور؟ قلت له رئيس ما انا عملتك، انا قريت النص لقيت انه عندك صلاحيات ما حدا عنده اياها بالقضاء اللبناني، يعني انت ديكتاتور؟ اخذها بتحكي هي مزبوطه ودائما استعملها. اليوم هو عمل اجتهاد لحاله وطلع حاله انه انا ما حدا بيردني، بس هل يعقل بالعالم؟ لا يعني بعيد الشر عن بيطار، تنقول واحد غير البيطار اخوت مجنون. نعم. ما فينا نشيله؟ معقولة ما فيها شيء؟ طيب لا بس هو كمان كان في تعصف عليه؟ بس استاذ هون بقصدي بقضية البيطار تحديدا كان في تعصف باستعمال السلطة تجاهه بأي كان مين يعني مين مين مين؟ دفوع 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 وطلبات رد طلبات رد تعقل الرجل أكثر من سنة. بس أنا بدي أقول لك شغلة يعني حقه يطلع اجتهاد؟ لا لا لا, لا أبدا. خليني أقول لك شغلة، القانون العمل تيتطبق يما لا طبعا القانون بيطبق، المدعي بيطبق القانون والمدعي عليه بيطبق القانون، طالما انا الي حق بالادعاء اكتب اللي بدي اياه واعمل ادعائي مزبوط، والقانون سمح للمدعي عليه يعترض على القاضي. ما حنسمي لك ان كان يوسف فنيانوس الوزير، ان كان علي حسن خليل او زعيتير او كل اللي قدموا دفوع بهالموضوع هذا وعندهم قدموا طلب رد. هون في نقطه خلافيه كثير قويه، هو الاختصاص. هل القاضي العدلي يحق محقق العدلي يحق له رغم وجود نص اخر بمحاكمه الوزراء امام المحكمه الخاصه انه هو له حق يقول لا منه من اختصاصه، انه هن ما قالوا حق يقولوا له منه من اختصاصك؟ في قانون حطوها قدام المحاكم، المحاكم تقاعست عن البت بهالقضايا وتعرضت وصارت. بس اليوم كل اللي قدموا طعون على الرئيس بيطار معهم حق بالصلاحيه لانه الصلاحيه وهو كمان معه حق. ايه مشان هيك كتب وقال انه هو عمل انقلاب على الانقلاب اللي مورس ضده. لا 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 حقول لك شغله، حقول لك شغله، نحن اليوم بلبنان هيدي موضه جديده، انا الي 48 سنه محامي. هو كل شيء ما بحياتنا استعملنا طلب رد. كنا دائما نقدم طلب، اذا الرئيس اختلفنا معه بنلمح له على التنحي، كان القاضي انا بتذكر عده قضاة بكون على القص بيقوم واحد يحكي له كلمه على الحالك بيقول له تنحيت عن الملف وفل. كان في قاضي بجديده هيدا عم بحكي هي سنه ال 75 76 على القص، بس قعد هو كان قاضي جزائي بيقول له احد المتخاصمين حتى الرئيس كنت مسكر بابك وشفنا المدة علي طالع من عندك، قال له تعال حبيبي ما عادش كفي هيدا تنحي. طيب شو بده؟
رئيس بيطار كلهم عم بيهاجموا. يا اخي شو بده بهالملف؟ يترك غيره. شو هو الله خلقه بس ليحكم بهالملف؟ انا بحبه كثير رئيس بيطار بس كمان ما بيصير بس هو مش اول محقق عدلي يتم تنحيته او بيظهروه من هيدا الملف. طب هو عم بيقول هلا ما حدا له حق ينحي، كيف تقبل التنحي عن البيطار عن شو اسمه فادي صوان؟ كيف اخذ محله؟ مش هو تنحى؟ لا صوان شيلوه بالمحكمه، شيلته محكمه التمييز، شيلته بعرار. كان لازم وقت اللي اجوا يعينوه يقولوا انا ما بقبل الا انه تنحى زميلي. ليه ما وقتها ما كان عنده الفكره؟ كيف هلا صارت؟ واضح هو اجى محل واحد تنحى. طيب اليوم بس ليش في صوره شوي هي عند الراي العام بدي اسالك عنها، في صوره انه القاضي بيطار هو الرجل اليوم الذي يمثل القضاء بوجه هذه المنظومه التي تريد ان تمحو الحقيقه في ملف انفجار مرفأ بيروت. هيدا راي الاعلام ورأي السوشيال ميديا ورأي السياسيين اللي عم يلعبوا بالبلد كانوا خربوهم بارح، مش رأي القانون. القانون مش هيك ابدا. واكبر دليل انا بدي اسالك، امبارح كم كانوا واحد قدام العدليه؟ كلهم ما بيطلعوا 200 واحد. من بيناتهم في 20 25 نايب، وهلا رح نرجع عليهم. هودي هلا بنحكي فيها اكيد. ايه انه شو دشني هودي؟ نحن مع اهل اللي ماتوا وتوفوا الله يرحمه. بدي اقول لك شغله، انا عامل عده لقاءات اعلاميه انا واهل الضحايا، وكانوا يقولوا نحن الشباب اللي بالحبس مش اغصاننا، نحن بدنا الكبار. الى اغصان امبارح. ايه بس ليش امبارح؟ ليش ايه السؤال؟ انا سيد نون انا قدامي كنت انا وياه على فرد محل باحدى المقابلات، قال نحن ما عندنا خصم حدا من اهل الضحايا، هودي معترين مثلنا مثلهم، ونحن ما عندنا مشكله، نحن بدنا مين المسؤولين الكبار اللي هن عملوا هالعمليه هيدي او اهنالهم ادى لهالموضوع، بس اليوم ليش بدك تعمليهم انه يعني انه هودي ضحايا؟ ما هودي ضحايا كمان. طيب بدي اسالك لانه بعد عندي كثير اسئله. نعم. القاضي عويدات اللي هو تنحى عن هذا الملف لانه في صله قربه بينه وبين الوزير غازي زعيتر وبالتالي ما في ينظر فيه. شو تغير بصلة القربة ترجع عن التنحي تبعه؟ أنا بقول لك خلينا نوصل. أنا بعتقد لو كان الرئيس بيطار ما جاب سيرة غسان عويديت والقضاة الخمسة اللي ادعى عليهم ما كان صار شيء. كان القرار مشي ورجع البيطار مشي بشغله وما كان غسان عويديت عمل شيء. ولكن طلع فوق الخط الأحمر اللي استعملها الرئيس بيطار بالادعاء على غسان عويديت. غسان عويديت هو مدعى عام التمييز، أعلى سلطة قضائية تنفيذية على الأرض، عنده سلطة. بس هو بيقول إنه بحق له يدعي على مدعى عام التمييز. اسمحي لي أقري لك بس طبعاً. نص مادة الرأي العام يكون منور. هيدي المادة 354 من شابيتر محاكمة القضاء بتقول إذا ارتكب أي من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة النائب العام التمييزي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي جريمة من نوع الجنحة أو الجناية خارجة عن وظيفته أو أثناء وظيفته أو كل شيء كل شيء كل شيء، بيكون مدعى عام التمييز هو الذي يتولى الادعاء على هؤلاء القضاة الرؤساء. وإذا كان هو ممن ارتكب الجرم لك شو بيصير؟ يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن ممن ارتكب الجريمة أو أسهم فيها. عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء قاض لا تقل درجته عن 17 للقيام بمهام النائب العام التمييزي لتولي الملاحقة في الجريمة فقط. يعني اليوم إذا غسان عويديت متهم لازم مجلس الوزراء يعين قاضي مش البيطار، يعين قاضي ويجي قاضي بمرسوم هو بيجي بيدعي على غسان عويديت وهو بيكون مدعى عام تمييز محله. عظيم. دونك هيدي وين صارت؟ وجهت ايه؟ بعدين انتبه فيها اربع قضاة غيره كمان. ما كمان القضاة غيرهم ممنوع حدا يدعي عليهم الا شو اسمه الا غسان عويديت. المشكلة انه استاذ بهذا البلد كل حدا بيطلع بخبرنا وجهة نظر قانونية وبحط اجتهاد انا عم بعطيك وقائع وقوانين ومادة. طبعا واضح. دام هذا المشهد شفنا انفجار العدلية، امبارح شفنا مشهد هيك يطرح علامات استفهام كبيرة. الكرة كان مفترض تكون عند مجلس القضاء الأعلى لأنه هو بده يجتمع ويبت بهذا الأمر ويقال أو يتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه لو عمل شغله مظبوط وعين قاضي وتم تعيين قاضي رديف من فترة ما وصلنا لهذا الانقسام. وصلنا لهون، صارت امبارح بدل ما مجلس القضاء الأعلى يبت بهذا الموضوع ونخلص من كل هيدي الإشكاليات
حرفت الأنظار باتجاه وزير العدل وحمل هو مسؤولية اللي صار، وشفنا الاشتباك وشفنا طريقة التعاطي مع القوى الأمنية قدام وزارة العدل. أولا كمحامي، وزير العدل عنده صلاحيات لأنه هو بيقول أنا ما عندي صلاحية، ما في يتدخل بالملف. النواب اللي طلعوا لعنده بيقولوا لهم بلا أنت كان فيك تعمل شيء، بيقدر ولا ما بيقدر؟ فينا جاوب؟ طبعا. اللي صار امبارح، معلش انا رح اقول لاول مره ورح طمن العالم هلا اللي عم يسمعوني كلهم، نحن بصدد اجراء اتصالات على اعلى مستوى، وانا من بيناتهم اللي عم يعمل هالشيء هيدا، مع الرئيس عويدات، مع الوزير، مع الرئيس بيطار، ومع رئيس مجلس القضاء الاعلى. امبارح الجلسه ارجعت بناء لتوافق ما بين هودي الخمسه، صار في توافق بين الرئيس الاول ما بين وزير العدل وبين رئيس عويدات على إرجاء الجلسة مشان ما يكون في شرخ بكرة يؤدي إلى حرب على الأرض. وبالاتفاق جرى تأجيل هذه الجلسة، وأكبر دليل أنه اليوم بقدر أعلن هلأ أني أنا سمعت كلام من أعلى سلطة قضائية أنه هذا الملف خلال إن شاء الله أسبوع بيكون الضبضب وتضبط ورجع كل واحد لحجمه المضبوط وللقرارات المضبوطة. برجع بقول لك هون اون بارانتيز، الرئيس عويدات ولا مرة كان على عداء مع الرئيس بيطار، بالعكس كان دائما اي شيء يحصل، انا حاس علاقتي بالنيابه العامه التمييزيه بالمراجعات على طول، كان دائما يقول راجعوا الرئيس بيطار، ولا مره كان عنده روح عدائيه عليه، ما بعرف ليش فجاه انكبرت هالعمليه هيدي. استاذ بس كيف يعني بيكون هذا الملف الضبضب وفق اي اسس وفق اي قواعد؟ بيكون هلا ما بعرف اذا بدي اقول لك شغله، لا بنرجع للصلاحيه. البيطار مدعي على عويدات وعويدات مدعي على البيطار، بنرجع بعدين للصلاحيات اذا هذا له حق يدعي او هذا ما له حق يدعي، بنتراجعوا اثنين، اللي ما له حق بيتراجع واللي له حق بكفي، بس بعدين شو بيصير؟ مين بيروح؟ روح مين بيبقى تركيها بعدين؟ لانه انا ما فيني جو عليها سلام. بس ما القاضي بيطار حاسمها انه هو سيستمر بهذا الملف سواء بالبيت او بالمكتب او بالسجن. وبالاول قال انا منحييني وانا ما بدي اشتغل، رجع اشتغل. هيدي قضايا اللي بيقولوها كل العالم بيتراجعوا عنها امام الريزون ديتا. اليوم في بلد، في دولة، في 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 في, في حرب أهلية بالشارع بدك تلغيها، ما بقى فيكي انت اليوم احد قال هالكلمه بيضل عليها، لا ما بيضل عليها، شو هو حاكم؟ هو حاكم بامر الله، هو مثله مثل اي مواطن عادي. في ضغوط تمارس على القاضي بيطار يعني؟ لانه كثير سمعنا بالساعات الماضيه حزب الله يتحكم بالعدليه، بتعرف هيدي التعبير السياسيه، سمعنا النواب اللي نزلوا امبارح هجموا على مكتب وزير العدل واتهموا الملف انه انتم سيسينه، وصار اخر شيء يعني حرف باتجاه فريق سياسي لنقته لجمله بهذا الموضوع. انا بسالك سؤال، اجى بالزمانات الحاج وفيق صفا، نعم، عمل زياره للرئيس للرئيس سهيل عبود، وعمل زياره لغسان عويدات، هو ظاهر بتلاقى بزميلتكم لارا هاشم، نعم، قال لها جمله انا كنت موجود يعني كنت ثابت بالكوريدور، قال لها شو هذا صاحبك بدنا نقبعه، كلمه نقبعه وفل. قامت القيامة وهاجموا لسهيل عبود كيف بيستقبل وفيق صفا، مع انه سهيل عبود بيستقبل كل العالم، متأكد لك. طيب امبارح نواب وبين بيناتهم قاضي ونائب محامين بينزلوا عند وزير العدل بيطلبوا منه إقالة غسان عويدات، انتوا لكم حق تتدخلوا، هذا مش تدخل بالقضاء يعني. انا بعتبر انه وفيق صفا غلط غلطه بسيطه، هن عملوا جريمه، لك انت نواب روحوا على مجلس نواب اعملوا قوانين، فوتوا على مجلس النواب، بس ما بيسترجوا يفوتوا على مجلس النواب لانه ما حدا بيسمع لهم، لانه ما بيخليهم رئيس المجلس يقدموا هيك طلبات تفنيس، عندهم قوانين مقدمينها يفوتوا، هن نواب بيجوا بيطلبوا من وزير العدل، ليش وزير العدل له سلطه ليشيلوا؟ هذا السؤال، ما عنده سلطه ابدا غسان عويدات او ياخذ اجراء في بروسيدور طويله عريضه، هو بيقدر يشيل غسان عويدات؟ شو هيك مين ما كان بيشيل؟ هو ما طلع بيان ما يضيف للنواب انه ما يضيف على وزير العدل شغلة مهمة، إنه هذا كان قاضي، كنا بنعرفه لما كان قاضي ما كان حدا يتدخل معه، وهو ما كان يقبل يتدخل مع حدا، والوزير العدل الحالي ما بحياته حكي مع قاضي، أنا أتحدى قاضي يقول إنه وزير العدل اتصل فيه ليعمل هيك هيك، هو له بروسيدور عم بيطبقها زيادة لأنه كان قاضي. هل ما تقولي لي الوزراء اللي قبله ايه كانوا اوقات يتلفظوا يتدخلوا؟ هو ابدا، ليه؟ لانه هو بيعرف انه انا اذا بدي اتدخل بدهم يتدخلوا معي، ما كان يتدخل مع حدا، وهو بالوقت ذاته له حق سلطه وحده، فرد سلطه، بيقدر يخاطب مجلس القضاء الاعلى لينعقد،
ضمن جدول اعمال وبيخاطب مدة عام التمييز لاتخاذ تدابير بالحق العام. هيدا شو اسمه مثلا صار في نوع من الاحتكار نوع كذا بيقولوا حرك النيابه العامه. هذا هو انا بدي اوصلك لشغله. الرئيس غسان عودت انا قلته بعدني بقولها، لو لم يتخذ هذا القرار كنا اليوم بالشارع في 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 ثوره في دم كمان. هو اعلى اساسا اليوم كان عنده حديث صحفي وقال قبله. انا شلت الدم من انا قلت الشارع. قبله قلت انقذ لبنان من 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 حرب اهليه، لانه انا بعرف شو كان عم يتحضر ليله اللي اخذ قراره الرئيس بيطار. شو كان عم يتحضر؟ عم يتحضر شوارع وحرق دواليب وتسكير المطار. بس ليش ممنوع قاضي ياخذ قرار بملف عم ينظر فيه؟ هن بيعتبروه غلط. طيب والبعض الاخر اذا بدنا ناخذ وجهه نظر الاخر بتقول انه ايه، فاذا يا بيجي قاضي على ذوقهم يا اما على طول بيتم تهديد بالدم أبداً وبالشارع. ابدا هلا حيجي قاضي جديد بكره تفرجي، اذا اجى قاضي جديد حيكون قاضي بالقضاة. شو بدك تقول يعني؟ ليك بس اي سؤال، مجلس القضاء الاعلى مثل مجلس النواب مثل مجلس نقابه المحامين، في شيعي وسني ودرزي وماروني وكاتلوكي وارثوذكسي، فكرك هودي انه مش حيتقاتلوا بعضهم جوا؟ ممكن بعد تعيين قاضي رديف للقاضي بيطار باجتماع لمجلس القضاء حسب الاعلى حسب ما يصير في عمليه اذا بدك اللي عم نعمله هلا مع الرئيس عبود واعطاني ضوء اخضر. انا عم بقول لك انه هو بده يحلها. الرئيس عبود حط براسه اليوم بده يحل هذا الملف باسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الرؤساء الموجودين. تاخر شوي لا؟ لا ما تاخر ابدا. لانه هو كمان رئيس عبود مثل الوزير العادل ما بيتدخل. الرئيس عبود ما بيتدخل ولا بيقبل حدا يتدخل معه، بيعمل قناعته. هلا قناعته بتعجبني ما بتعجبك انت حره، بس هو هذا قناعته. كمان كان في تجاوزات كبيره بالاونه الاخيره من قبل الرئيس عبود. مين؟ يا استاذ بشو قليل بموضوع النصاب وبموضوع فرط الاجتماعات وبكل هيدي يعني المواضيع. يعني انت بعد في كان عندنا هالمؤسسه راكبه وراكبه على زغل، بدك تصيها بالنص؟ مش انا بدي اقصها، انا عم بسالك سؤال. عم بيحاول يضبضبها بالتي واحسن تيخلي هيبه اسمها هيبه القضاء. طيب. مع الاسف طلعت من ايده بالمره. لافت كثير بحديثك والشيء جديد هلا عم تكشفه انه كانه عم تقلنا سحب فتيل التفجير من هذه القضيه 100%. سحب اليوم خلص، سحب اليوم امبارح بالليل. يعني برايك لن يكون هناك قرار ظني للقاضي بيطار؟ عم بلوح بالقرار الظني الرجل. هلا بدي اقول لك شغله، هو معين هلا ليه جلسات لاخر شباط صحيح، وعم بيقولوا يعني التفجير الكبير ناطرنا عند اول كيف جلسه. كيف بيعمل قرار ظني اذا ما مرق على شيء شباط؟ إذا ما حضروا يعني؟ لا حضروا أو ما حضروا، في جلسات عينة. نعم. كيف بتستغني عنها؟ بده يضل 20 شباط. طبعًا. من هلا ل 20 شباط يخلق الله ما لا تعلمون. ماشي. ما فيك تقولي طلع قرار، كله هذا تحليل إعلامي وتحليل صحافي لن يؤدي إلى إلى يعني ما في باز عليه، ما في باز. سقط القضاء نتيجة كل هذا الشيء اللي عم نشوفه. أنا بقول لك لغاية أول امبارح مات القضاء. ولكن هلا عم ينعشوه، عم يجربوا يرجعوا ينعشوه ويمشوه، لانه هيدي المؤسسه اخر مؤسسه كان بعدها واقفه على اجريها، لانه بعد في قضاة عم يشتغلوا، بعد في قضاة عم بيطلعوا احكام، بعد في قضاة عم بيهدوا الشارع، واحد موقوف، هلا كنت قشطت، بس رجعت انا برايي هلا الاتصالات رجعت خلت المؤسسه تضل على اجريها. بس هو هون يعني كمواطن عادي لازم يفرح بانتصار قاضي على اخر. ما حدا انتصر على حدا. واحد استعمل صلاحيات والثاني استعمل صلاحيات، كل قاضي برأيه هو معه حق. كل ونحن كمحامين، انا بتأسف المحامين وحتى النواب اللي كانوا امبارح بيقولوا غسان عوديت ما له حق، شو عرفكم ما له حق؟ ليش هن دارسين القانون اللي غسان عوديت اعتمد عليه؟ يقولوا لي، انا بتحديهم اذا حدا قريها. لا هي المادة طبعا موجودة اللي حضرتك حكيت عنها بالمعاهدة الدولية. ثلاثة. عظيم. بس الفكرة انه هو متنحي وهو اصلا كان يغيب عن اجتماعات مجلس القضاء هو الاعلى. هو اساسا تنحى بارادته. طبعا. قال انا ما بدي بت بالموضوع. رجع عن قراره حر، بينما الرئيس بيطار نحي بالقانون، رجع زاد القانون ورجع على شغله. شفتي وين الفرق؟ اثنين طيب واحد تنحى حبيا شيء. نعم. ايه والثاني ما تنحى حبيا. رئيس بيطار كان هو اعتزل لانه هو عم بيقول كان عده مرات انه انا ما فيني اقبل منك اخلاء سبيل لانه انا ناطر طلبات الرد. انا بعد عندي ملف التحقيقات الاوروبيه بدي احكي فيه، بس بعد في جزء مهم ما حكيناه، مضمون هيدا التحقيق انه اهالي الضحايا بهمهم شغلة وحدة، الحقيقة، من أدخل النيترات، مين ستر على وجود هذه، مين استفاد وستر، وكيف حصل الانفجار. سؤال أساسي هالدول يعني كيف مش عطيتنا صور الأقمار الاصطناعية تبعها؟ أنا هون عم بحكي بالتحقيق. نعم وعرف أنه عندك يمكن معلومات حول هذا الموضوع. أعطيك معلومات وحسب المستندات.
اليوم في عندك حلين، او في جرم تفجيري ادى لهالشيء هذا، وفي مجرمين وراء، او في اهمال. تكون في جرم في عندك ثلاث مراحل. اول مرحله، هل ادخلت البضاعه الى لبنان نتيجه عمل اجرامي بنيه ارتكاب جرم؟ هيدا واحد. ثاني وحده، اعتبري ما صار في نيه جرميه بالاول. الثاني، هل هذه البضاعه بقيت في المرفع بقرار جرمي؟ ولو قاضي اللي خليها البضاعة، مش واحد عادي، وقاضي من أهم قضاة لبنان، خريج هارفارد، قاضي يعني قاضي قديس، تعرفي شو قديس؟ اسمه جاد معلوف. هيدا ما بينحق عليه كلمة إنه إله علاقات معينة. هيدا تاني وحدة، دونك ما في جرم. الثالثة، هل هناك شخص فجر الأيمونيوم؟ هل هناك شخص فجر؟ لا. كل التحقيقات بتقول بالأول إنه البضاعة اللي إجت من جورجيا على بيروت اجت وفقا للاصول الدوليه، وتاكد منها الرئيس بطار، وتثبت من كل المراسلات الدوليه ومن بيرو فيريتاس ومن كل العالم انه هاي البضاعه معروف من صاحبها، مين كانت رايحه على موزمبيق، شو السبب تتحولت على بيروت، وكيف بقيت الباخره بعد ما انكسرت بقلب بيروت. دونك ما في نيه جرميه من ادخال البضاعه على بيروت اللي كان جاي مشان خمس ساعات. ما نحكي عن شركه وهميه. لا لا، هذا حكي شو بدك فيهم، هذا حكي اعلام. اي شركه، كل المستندات موجوده مع الرئيس، كل مع المراسلات. عظيم. اثنين، انا ما رح ناقشك لانه نحن مش مطلعين على الملف ومش مطلعين على التحقيق، نسمح لحالي طبعا. انا وكيل، انا محامي الوكيل البحري، يعني المستندات عندي، وانا برست للرئيس بطار، والرئيس بطار تثبت منها مباشره مش من خلال المستنداتي، هو فات عليها. اثنين، هل البضاعه بقيت ببورج بيروت بهدف جرمي؟ لا، لانه بقيت بقرار من القضاء. ثلاثه، التفجير. لحد هلا انا باكد لي ما في اي مستند او قرينه او دليل على ان هناك عمل تخريبي ادى الى التفجير. في حريق، الحريق مين كيف انعمل؟ هيدا على الرئيس بطار يكشف كيف انعمل الحريق، هل العرق بفعل فاعل اما الحريق تم بالصدفه. في شغله مهمه كثير، انه في كان بضاعه بالعنبر هي قابله للسرقه، مش الامونيوم للسرقه، البضاعه. هاي البضاعه كان فيها دوليب، فيها تنر، فيها فتيل تفجيرات، فيها كثير مواد قابله للسرقه، كانوا يقدروا يفوتوا من هاي الطاقه، هيدا ياخذ له شويه اسهم ناريه، هيدا ياخذ جالونات زيت، هيدا كذا، هونيك بلش الحريق. بقي 46 دقيقة، شو هالعملية التفجيرية؟ 46 دقيقة حريق، بعدين انفجر الأمونيوم. بعدين الأمونيوم لم يثبت انه انسرق منه جرام مش مأخوذ منه، كل البضاعة بعد، بس البضاعة صارت بيريمي، مر عليها سبع سنين. كيف ما انسرق منه جرام؟ ولا جرام. وبتحدى حدا يقدر يثبت بكره بالخبر. لا، انا بعد الارقام مش براسي كثير، بس انحكى انه الكميه اللي انفجرت منا نفس الكميه، لو انفجرت نفس الكميه كان طار لبنان. رح بعطيكي فكره عن عالم فيزيائي بالجامعه اللبنانيه، دكتور طويل، اجى لعندي على المكتب شرح لي اياها. هونيك في هواء البحر، لانه هي العنبر رقم 12 هو على البحر. في كثير فوخيت بالعنبر، بيفوت منها رطوبه البحر، الملح. البضاعة عمرها سبع سنين، سبع سنين بتروح فعاليتها بثلاثة. نحن مستعمل أمونيوم بالتفاح وبالمزروعات، بعد ثلاث سنين بنكبها، هيدي سبع سنين. شو صار؟ في مجموعة منها على البحر جملت على بعضها، وبس الأمونيوم يجمد على بعضه بيصير بلوك واحد، هيدا الخطر فيه. إجا الحريق دوب بعض الغازات الموجودة لا تزال بهالبلوك وأدى للانفجار. هيدا حسب ما شرح لي عم قل لك البروفيسور تبع بالفيزيك. طيب استاذ، طالما هالقد الأمور وما في، يعني لهلا عم بتقلي بحسب التحقيقات لم يتبين انه في شيء جرمي بالمعنى تفجير ولا في شيء يتعلق بهذه الأمونيوم، طيب ما في علامة استفهام؟ صور الأقمار الاصطناعية كمان بالصدفة ما حصلنا عليها؟ هيدا شيء، هودي دول العالم هي بتعرف حالها امتى لك وقت رفيق الحريري وما عطيو، وقت الرئيس الحريري وما عطيو، حيعطوا هلا على الامونيوم؟ هلا بتقولي لي انه اسرائيل صرحت انه هيدا انفجار نحن عملناه، ترامب قال هيدا اتاك، بس شو كله حكي. انتبه، انا لا استبعد اي نظريه، بس النظريه اللي ما عندها دليل واثبات ما فيك تعتبريها واقعه. طبعا. طيب بعد سؤال بهيدا الملف، طالما هيك وخدنا على بساطتنا بالسؤال، طالما هالقد الامور سهله وما في نيه جرميه، وليش الخوف من المحقق العدلي طارق البيطار؟ انا رح اجاوبك ليش الخوف. نحن بالقضاء بيبقى عندنا اوقات ملف في 25 واحد،
في 4 موقوفين وفي 21 برا. شو بيجي بيعمل القاضي؟ بيقول ببعث تبليغ 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 تبليغ. ال 24 الباقيين، ال 21 الباقيين اللي ما تبلغوا بيبلغهم لاصقان، بحكمهم غيابيا وبطلع قراره. الرئيس بيطار ما كان يقبل يعملها هيدي، ولو عملها كنا اليوم صرنا بالمحكمه. الرئيس بيطار بده يربيهم، بده يجيبهم بالقوه لعنده. كان بيقدر ياخذ مذكره توقيف بحق علي حسن خليل ويذكر التوقيف بالكل، يعمل قرار الاتهامي تبعه ويدعي عليهم بجرم اللي بدك اياه ويحولها على المجلس عدلي. كان خلص، كان خلص من سنه. ليه ما عملها ما بعرف. ليش بده يربيهم؟ بإعاز من مين؟ اذا في إعاز ما لا بعرف. لا ما في إعاز من حدا. هو الرئيس بيطار بعقله، بعقله ما بدي احكي قضايا حكينا نحن عيب. الرئيس بيطار براسه انه في عالم اخطات باداره هذا الملف، وكل واحد عرف انه فيها البضاعه بده يجيبه على التحقيق. هل من هالمنطلق بس استثنى ناس كتير عرفوا؟ شو استثنى ناس كتير عرفوا؟ لا يعني مش مش قصه لا لا لا, 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 لا في وزراء كتير عرفوا، مش بس وزراء، في رؤساء اسلاك. ايه ورؤساء اسلاك. طب لا لا هلا ما بدنا نسمي لا لا طبعا مش بغض النظر يعني، بس انه لا مشان هيك الاستنسابيه في هذا الملف هي اللي وصلتنا لهون. وان شاء الله يرجع يتضبط الامور ويرجع الرئيس بيطار شخصيا يطالع قراره الظني، لانه حالك شغله اي قرار راح يطالعه الرئيس بيطار ما راح يرضي العالم كله، راح يرضي فئه وفئه ثانيه ما تعترف فيه، بس الاكثريه من الشعب اللبناني ما راح يعترفوا بالنتيجه اللي حيقولها الرئيس بيطار. مهما كانت هذه النتيجه انا ما عم بتدخل فيها، كانت سلبيه او ايجابيه. تفوت شوي على موضوع التحقيقات الأوروبية، في رابط بين الوفد القضائي الأوروبي اللي التقى بالمحقق العدلي طارق البيطار واللي قال له البيطار أنه أنا ما في يسلمكم ولا مستند لأنه مكفوفة إيدي، بعد كم ساعة شفناه رجع على هذا الملف. هيدا سر من أسرار العودة. ما بعرف ممكن يعني في هيك جو في معلومات. نو 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 بشك حقلك شغله، بس توقف التحقيق بلبنان ادى الى توقف التحقيقات بفرنسا صح؟ لا 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 اول شيء حقلك شغله، القصه كلها في 3 فرنسويه ماتوا صحيح، وفي 147 لبناني فرنسي اصيبوا. فهمت كيف؟ ثاقبت ثاقبت نفس القاضية التحقيق اللي عم تتعامل بملف سلامه وفوري هي ذاتها مع ملف الفرنسويه، مشان هيك ما اجت كرمال كرمال المرفأ ابدا، هي جاي كرمال سلامه، ولانه ثاقبت الظروف انه مع الملفين قالت لك بسال عن الملف الفرنسي، بس شو عندها معطيات تفوت على الملف تبعنا؟ ما لها شيء. هي مكسب بيطلع لها تعويض، شو بيطلع لها؟ شو نحن خلص وقتنا، بس سؤال اخير. ملف التحقيقات الاوروبيه فيما يتعلق برياض سلامه بالمصارف، اليوم في مخاوف عند الناس انه شو مصير هيدا الملف برايك؟ هي بين السياسه والقانون، رفع الغطاء عن رياض سلامه؟ بعد ما رفع شيء، بعد لم يرفع، يعني منك برايك هذه التحقيقات الاوروبيه لن تصل الى نتيجه؟ لزوم ما لا يلزم سبق وقلت، لانه كل اللي سالوا عنهم معهم ياهم. ايه بس بركي معهم ياهم تمهيدا لادعاء. معهم ياهم شفهيا. إيه؟ اجوا على لبنان ومعهم ياهم على مستندات، بس انت بتعرفي القاضي ما بيقدر يطلع قرار اذا ما شاف شاهد، ما بيقدر يطلع قرار اذا ما شاف مدعى عليه. اجوا لهون عملوا هالديباجي هيدي وغطاهم فيها رئيس عبيديتهم، تعوا يا عمي خذوا بدكم اياه، انا ادعيت وانتم دبروا حالكم. أيه؟ كانت النتيجه جابوا شهود حكوا نفس الكلام اللي حكيوه مع جنطة النص، سجلوها بالمحضر. هلا بيقدر يقول قاضي التحقيق الفرنسي اني انا استمعت الى اكس ايجريك زد وفلان فلان فلان وقالوا لي كذا كذا، بيقدر يطلع قرار. بس لحد هلا بدي اقول لك شغله وحده، سلامي برا ملاحق بجرم بشبهه تبييض الاموال. نعم. قانون تبييض الاموال، خلي كمان نفهم الراي العام، هذا قانون اليوم اصبح مستقل، يعني جرم تبييض الاموال مستقل، ولكن احد عناصره الاساسيه يجب ان يكون هناك جرم اخر، اختلاس وبيض اموال، سرقه بتبيض اموال، خطف ارهاب بتبيض اموال، عمولات بتبيض اموال، عمولات بدك، بس هيدا اصبح يعني اذا ما في تبييض اموال، اذا لم يكن عنصر من العناصر الاساسيه لتبييض الاموال اللي هو جرم اخر. هيدا الجرم لحد هلا ما ثبت ببيروت، واثنين برا ما بيقدروا يعطوا قرار. رح يدعي القضاء اللبناني على رياض سلامه؟ اكيد 100%. رح يعني رح يتم تعيين قاضي جديد محل لا لا لا. القاضي ابو حيدر حموش. ايه هلا الحموش مستلم الملف. ايه هو رح يدعي، قالوا لي ويحيله على قاضي تحقيق. انا فهمت شغله انه هو الاكبر سنا استلم الملف، بس يمكن يطلع قرار من شو اسمه من
مجلس القضاء الاعلى يكلفوه لإله هو او الرئيس الاول لمحكمه الانسانيه في بيروت يكلفوه بالملف او كلفوا غيره. بس هو استلم الملف لانه الاكبر سنا بعد ما الرئيس ابو حيدر رفض رفضا قاطعا البحث بالملف. يعني في ادعاء برايك؟ انا باكد لك 100% وقريبا. انا بدي اشكرك كثير على حضورك معنا المحامي صخر الهاشم، شكرا لك وعلى كل المعلومات اللي ادليتها بحلقتنا. يعني مثل العاده حضرتك الضيف دايم باجندة كمان احسن ما يزعل زميلنا عبده. ايه شكرا كثير لك. مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.